السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد. حلقة اليوم تحمل عنوان قضية القدس أو المسلمون وإسرائيل في فكر علي عزت بيجوفيتش. المسلمون وإسرائيل هو عنوان مقالة على الصراع العربي الإسرائيلي نشرها علي عزت بيجوفيتش عام 1970، ومن ضمن ما تناوله المفكر في هذه المقالة قضية القدس. ونظرا للوضع الخاص للمدينة، فقد تنبأ أن يتحول الصراع العربي الإسرائيلي طال الزمن أم قصر إلى صراع بين اليهود وكافة المسلمين في العالم. كيف ذلك؟ يؤكد بيجوفيتش على أمر واقع، وهو أن الكيان الصهيوني فوق أرض فلسطين أو ما يسمى بإسرائيل يشكل فعلا كيانا طفيليا في قلب العالم الإسلامي، بمعنى أن اليهود الذين اضطروا في زمن اضطهادهم في أوروبا إلى العزلة في الجيتو، وبالرغم من اختلاف وضعهم في فلسطين، فقد صنعوا من أنفسهم جسما دخيلا، وصنعوا العداء ضدهم في المحيط العربي والإسلامي الذي احتضنهم وكان لهم ملجأ ضد بطش الأوروبيين. ومما يثير الاستغراب حقيقة في نظر المفكر علي عزت بيجوفيتش هو الطريق الذي اختاره أولئك الذين يعتبرون ضحايا للأوروبيين على مر العصور. فبدل التعبير عن غضبهم والمطالبة من الانتقام من الأوروبيين، وجهوا كل غضبهم وحقدهم ضد العرب، ليحولوا المنطقة العربية التي عاشوا فيها بسلام وأمان وحرية إلى جحيم لأصحابها، وليصبح اليهود ضحايا العنصرية والنازية والإبادة الجماعية أقطاب هذه الأساليب وأكبر خبرائها في العالم، وهم يمارسون هذه الأساليب بكل وحشية على ضحايا أبرياء لا ذنب لهم. ويشير بيجوفيتش إلى أن هذا الوضع الإنساني المأساوي يعود أصله إلى التصور الذي قدمه ثيودور هيرتزل في كتابه الدولة اليهودية، والذي يشرح فيه إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين على أرض خالية من السكان وكل ما حولها فراغ. بالتأكيد قد غابت عن إدراك هيرتزل سنة من سنن التاريخ، وهي مقاومة المحتل مهما تقوى وتجبر، فالمقاومة تزداد وتنمو وتتسع دائرتها كما نشاهد اليوم لتشمل العالم الإسلامي ويحتضنها كل الأحرار في العالم. وقد غاب كذلك عن إدراك مؤسس الكيان الصهيوني أن المقاومة لن تؤثر عليه فحسب، بل ستكون سببا في زواله. وأحداث الزمن الحاضر تؤكد ما توقعه بيجوفيتش. لكن كيف نفهم أن القدس هي في قلب الصراع بين المسلمين والصهاينة؟ يقول المفكر الراحل بيجوفيتش في هذا الصدد: أولا، القدس ليست مدينة عادية، بل هي مدينة فريدة في العالم، لأنها تضم مقدسات الأديان السماوية الثلاثة التي لا يمكن الاستهانة بها. وانطلاقا من هذه الخصوصية يطرح السؤال التالي: من الذي يستطيع أن يجعل القدس مدينة حرة ومفتوحة أمام الجميع بالتساوي؟ ويجيب بيجوفيتش بكل وضوح: المسلمون هم الذين يستطيعون ذلك من الناحيتين النظرية والعملية. من الناحية النظرية، الإسلام وحده هو الذي يعترف بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام، كما يعترف بالتوراة والإنجيل ككتابين منزلين.
ولكن على نقيض هذا الموقف لا يعترف اليهود ولا النصارى بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعترفون بالقرآن كتابا نزل به الوحي. انطلاقا من حقيقة هذا الموقف، يتبين لنا تفوق المسلمين على الجميع، بحيث يتجلى تسامح المسلمين على أساس راسخ في عقيدتهم. فلا يكتمل إيمان المسلم إلا إذا آمن بجميع الرسل وجميع الكتب، بينما يقوم التسامح اليهود والنصارى إذا حدث وما يجري في القدس وفلسطين وفرنسا وبلاد الغرب عموما، يظهر مدى عدم التسامح مع المسلمين. يقوم إذن تسامح اليهود والنصارى على أساس وعود أو اتفاقات مفروضة عليهم من الخارج كارهين، ولذلك ينتهزون كل فرصة سانحة للتخلص من هذه الوعود. وبناء على ما سبق، يمكن القول إن الذين يمكنهم حماية القدس نظريا وضمان حرية العبادة فيها للجميع وهم المسلمون وليس غيرهم. أما من الناحية العملية، فيتبين أن وجود القدس في قلب العالم الإسلامي يجعل كل حكم لغير المسلمين فيها حكما شاذا وطفيليا يستحيل استمراره دون اللجوء إلى القوة والعنف والبطش والقتل. وهذا السلوك يتنافى مع مفهوم الحرية والانفتاح، ويزيد في التوتر ويؤبد الصراع. فقد أثبت التاريخ أن القدس لم تنعم بالسلام قط لما سقطت في المرة الأولى بين يدي الصليبيين لمدة 88 عاما، لتغيب عنها الحرية وتحل مكانها الجرائم والمذابح، حتى مجيء صلاح الدين ليحررها من ظلم الصليبيين. وفي المرة الثانية لما سقطت بين مخالب الكيان الصهيوني الغاصب بعد عام 1967، وما حدث ويحدث فيها اليوم من جرائم وقتل وتهجير واستيطان، لا دليل على استحالة ضمان الحرية لهذه المدينة المقدسة تحت حكم اليهود الصهاينة أو النصارى الصليبيين. فلا مكان للتسامح في عقيدتهم كما يشهد به التاريخ، بل إنهم جميعهم يجدون في إقصاء وإلغاء الآخر المسلم المحرك الأساسي لتسامحهم المزعوم ولعنصريتهم المرضية. فهل قدر القدس اليوم هو الخضوع الأبدي لقوة اليهود؟ يقول بيجوفيتش في كتابه الإعلان الإسلامي: تحت قيادة الصهيونية بادر اليهود بعمل لا إنساني ظالم في فلسطين بقدر ما كان قصر النظر متهورا، فقد أخذت السياسة الصهيونية في حسابها فقط حالة العلاقات اللحظية المؤقتة، وتجاهلت العوامل الثابتة والتوازن العام بين اليهود والمسلمين في العالم. وألقت الصهيونية قفاز التحدي في وجه العالم المسلم كله عندما احتلت القدس. فالقدس ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، ولا حتى قضية العرب وحدهم، إنها قضية جميع الشعوب المسلمة. ولكي يحتفظ اليهود بالقدس، عليهم أن يقهروا الإسلام والمسلمين جميعا، وهذا بفضل الله يتجاوز حدود قدرتهم. ويمضي بيجوفيتش محذرا: إذا أصر اليهود على السير في طريق الغطرسة، وهو ما يبدو حتى هذه اللحظة الأكثر احتمالا، فلا خيار أمام الحركة الإسلامية وأمام المسلمين جميعا في أنحاء العالم.
إلا أن يواصلوا الجهاد وأن يوسعوا رقعته طولا وعرضا، يوما بعد يوم، عاما بعد عام، مهما عظمت التضحيات ومهما طال أمد المعركة، حتى يضطر اليهود إلى إعادة كل شبر من الأرض المغتصبة. وفي نهاية المقال يشدد علي عزة بيكوفيتش تحذيره من الجري وراء سراب التسويات السلمية المستحيلة، ولو كان حيا بيننا اليوم لأضاف الهرولة وراء التطبيع المذل، فيقول: إن أي مساومة أو تسوية تعرض للخطر الحقوق الشرعية لإخواننا في فلسطين إنما هي خيانة من شأنها أن تهدم النظام الأخلاقي الذي يرتكز عليه هذا العالم. قراءة مفيدة وممتعة لمؤلفات المفكر المجاهد الرئيس السابق للبوسنة والهرسك علي عزة بيكوفيتش رحمه الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.